هي مو عملية لوز، الجماعة عمين قلوا كلية، المهم بالآخر تنجح العملية ومو مشكلة، بعدين ننطر قد ما كان. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. أنا شفت على الإنترنت موقع قالوا فيه إنه العملية بتاخد من 4 لـ5 ساعات بالكتير. إيه بس صار لهم 5 ساعات جوا. إن شاء الله بس ما يكون في شي خطير. تركونا من الإنترنت هلا، شوي ثانية بيطلع الدكتور. ايه دكتور؟ ها؟ ان شاء الله خلصت. لا لسه بدنا شوي. كأنكم طولتوا كتير دكتور، هيك عملية بتاخد 5 ساعات بالعادة. في فرق بين الشيء النظري والعملي، غرفة العمليات إلى ظروفها يا مدام، نحن ما فينا نضمن شيء بعد ما ندخل، في شوية مشاكل بس مو خطيرة، بعتذر منكم لازم أرجع. العملية مستمرة ونحن عم نعمل كل شيء بنقدر عليه. الله لا يقدر يسر لهم شيء دخيلك يا رب. بعرف انك بتحبني بشغلك مهند. بعد عم بقول لك بعد عني. بتلوميني اذا اهتميت بابني؟ نور افتحي الباب. نور افتحي عم بقول لك، خلينا نتفاهم. افتحي الباب. ماشي نور، صار اللي بدك اياه. ها وانا طالع من حياتي، وانت طالع من حياتي كمان، طالع من حياتي. حبيبي ليش تاخرت؟ وينك لهلا؟ عندي هالبيت. يكفي ما بدي غير تكوني سعيدة نور. أنا بموت فيك. طمنا دكتور. طمنوا، خلصت العملية ووضعهم الصحي لغاية هلأ مستقر. ألف الحمد لله. يعطيكم العافية دكتور. بس منطمن أكتر بعد ما يصحوا. ليش في خطورة لسه عليهم؟ بهيك وضع ما منتأكد من سلامة المريض غير بعد ما يصحى من التخدير. ما لحقنا خلصنا من هم ليطلع لنا التاني؟ إمتى بده يرتاح قلبنا من الوجع والحسرة؟ يا رب تكفينا يا رب. فيني اتحمل، حاسه روحي رح تطلع. الصعب راح يا امي، بس لازم نصبر ان شاء الله هالمره ما في خطوره. طمنينا دخيلك فاقه. يعني على وشك. كيف يعني نور؟ سيد مهند اللي في شي عم يجعك؟ سيد مهند